الأستاذ فؤاد بن المير رجل قانون وباحث في علم الاجتماع. أنا ملي تلقيت الدعوة من عند الأستاذ عبد الله الجعفري من هذا الإطار المركز الإعلامي المتوسطي، بالرغم من إكراهاتي الزمنية، أنا مسافر غدا إلى لندن، ولكن فضلت أن أحضر لأشارك. علاش؟ وعيا مني كمواطن مغربي وكباحث في علم الاجتماع كرجل قانون على أن أساهم في موضوع هذا. طبعا هذا الموضوع جيت له أن سأتناوله من الزاوية السوسيولوجية والسيكولوجية. علاش السؤال السوسيولوجي يجب أن يحضر في مثل هذه الندوات؟ لأنه عنده القدرة على استكشاف الأسباب المختفية، وعلى أنه هو الذي يذهب إلى البحث في المناطق ديال الضل وديال العتمة باش نحاول نبرزوا إشنا هي الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاع هذا العنف داخل الملاعب. الكل يجمع على أن هذه ظاهرة أصبحت خطيرة جدا، وعلى أن المغاربة كلهم تخافوا منها اليوم، وعلى أنها تستنفر واحد الطاقة كبيرة على مستوى الدولة، على مستوى الأمن، على الناس مثل المواطن إلى آخره. وأيضا من مؤتمرات وطنية بحضور كل الفاعلين، سواء كانوا سوسيولوجيين أو كانوا حقوقيين أو كانوا قانونيين أو كانوا رياضيين، الكل أجمع على أن الظاهرة أخذت واحد الأبعاد خطيرة جدا، والخطورتها تكمن في أنها تنقل واحد العنف المجتمعي إلى الملاعب الرياضية. الملاعب الرياضية اللي كانت على خلاف كل السنوات اللي كانت في السنوات الماضية هي مجال التسامح، مجال العناق، مجال لاحترام الفرجة، مجال أيضا لاحترام التعدد والتنوع، وأيضا لقبول الهزيمة كما هو الفرح بالانتصار.